عشان مثل ما قال الكابتن إن ديروا بالكم أي حركة غلط ممكن تأذي العضلة والجسم. صحيح. أي حركة غلط ممكن تأذي العضلة، تأذي الجسم، عليكم تمارين الإحماء، الاسترتشات، غيره من هذه الأمور قبل لا تبلشون أي نوع من أنواع الرياضة. صحيح. بعد الرياضة شو نسوي؟ الأكل وفقرة المطبخ مع الشيف عايشة وجاسم وغادة. مع الشيف جاسم. شوف جاسم وشوف غادة. يعطيكم العافية دانا وهاشم. بنروح معاكم إلى المطبخ اليوم مع الشيف عايشة، ومحضرت لنا شيء ناطع ولذيذ كذلك كعادتها في كل صباح من صباحات صباح الخير الكويت. صباح شوير، صباح النور. يا هلا فيك. عندنا اليوم عندنا شغلتين ان شاء الله راح نسوي شيء سريع. راح نقدم نوع من انواع الخبز، هو الانجليش مافن. انا لازم اوريكم شكله عشان يلا تعرفون الطريقه. هو هذا الخبز اللي تي الخبزه مسطحه، راح تشوفين انه شلون سوفت. هذه حلوه. وانه الخبز نفس عندنا احنا احد المطاعم يبيعها وماشيه. بالكويت احنا ما يقف عندنا شيء. احنا راح نسويها. كعجين لذيذه يعني هو ناطعة. هي اذا العجينه تمام في تكنيك معين ان تسوينه راح تطلع معك هذه الخبزه. تمام. عندنا اول شيء العجينه، عندنا 3 أكواب من الطحين، عندنا كوب وثلاث ارباع الكوب حليب دافي. حلو. ضفنا عليه الخميره، والخميره قفشه واحده وقفشه ونص من السكر، عندنا قفشتين زيت ورشه ملح، وما نحتاج اي شيء ثاني حق العجينه. بس هذه مكونات العجينه. انا بس ما راح اخلطها، راح اطلع العجينه الجاهزه اللي احنا مسوينها بس عشان الوقت، لانه راح نسوي مع الخبزه راح نسوي الساندويتش اللي راح نقدم فيه. نحتاج الماكينة حق العجان. أنا جبتها إنه لو كان شوي في وقت عندنا زايد راح نعجن العجينة. العجينة كاملة تحطين المقادير بعد ما تخمرين الخميرة. حلو. بعد ما تتفعل تقريبا 7 دقائق. حلو. ومن بعدها راح يعني تجمعينها تنفش. على بعض. وتخلينها تنفش. بعد ما تنفش راح تطلع بهذه الطريقة. حلو. يعني تاخذ وقت. هي العجينه هذه مشكلتها انه تاخذ وقت منك. لازم تتخمر، تشوف يبي لها تتخمر. أوكي. انه تدخل فيها هواء وتخليها ترتاح. انزين. عندنا اول شيء الميزان. بهذه الوصفه لازم نستخدم الميزان. ليش لها نقسمها يعني. انت تبي الخبز كله نفس الحجم. نفس القياس. انا الحجم هذا اللي سويته تقريبا يعني تقريبا 120. راح نقسم هذه العجينه. انا راح اسوي بس واحده واراويكم الفرق بين اللي مخمره وبين اللي احنا قدمنا. هاي تقريبا 123. حلو. ما تحتاج شيء. طبعا وقت اللي احنا راح نستخدم عفوا يعني شلون نكورها. راح نستخدم هنا عندنا السميد الناعم. هذا مال البسبوسه طبعا. هو اللي من مكونات بدال الطحين. من مكوناتها يعني وانت تكورينها وكذي راح يعني يلزق عليها. حلو. عرفتي؟ ايش يذكرني بالخبز المصري صح؟ العيش المصري نسويه. ان شاء الله هي إيه؟ هي بهذا حلو. بهذا الحجم راح تطلع قبل التخمير. بعد التخمير راح تصير هذه ال 120. شوف الطريقه. هذا شكلها. ايش كثر التخمر؟ تتخمر من ساعه الى ساعه ونص على حسب هذه مكان قبل يكون التخمير. دافي؟ مكان دافي قبل التخمير وهذه بعد التخمير. حلو. هذا اهم شيء. انا يوم المعجنات استعيل. لان على اساس الناس تشوف الطريقه وتشوف. هذا هو الخبز، نخليه بس شوي على جنب. يلا. الحلو في الموضوع انك ما تحطينها بالفرن شيف عايشه. ما راح نحطها بالفرن. راح نستخدم المقلة. بس في تكنيك معين. حلو. هو لما استواني الحين هي متخمرة وبعدين من الطرفين تشوفين ان هي يعني دائري. كلها متلزق عليها السميد. هذا شيء طبيعي. عرفتي؟ تحاولين تشيلينها بشكل بسيط. شوفيها هذه من ظهرها من ورا ومن يدها يكون عليها. وراح نحطها
بسم الله نقصر شوي. ما تدهنين التاوة بدهن؟ لا ولا شيء. ولا شيء. اي. اوكي. شوفي تقلبينها على وجهها. صح ما حطيتي شيء. لا. لا 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 ولا شيء. شي. ما تلزق ما. لا انا مستخدمة المقلة يعني اللي. تيفال هذه. تيفال اي. اللي ما تلزق. ما يتلزق عليه شيء. اه بعد في انواع بعد إيه؟ في تيفال في الومنيوم في هذا عندك انا ايوه هي شنو اكله عند عايشه ايطاليه هو الخبز خبز انجليزي اليوم اكلتنا ايطالي انجليزي اوكي هذا الخبز نفسه راح نقدم فيه طبق ايطالي هو الكابريزي الكابريزي او الكابريزي هو من المطبخ الايطالي يعني نستخدم فيه شنو عندنا عندنا الطماط اوكي هذا راح نسوي منه ساندويتش وهنا عندنا الموزاريلا حلو ويستخدمون فيه الريحان يعني هذا لو تلاحظون على علم ايطاليا اي نفس الاحمر والابيض والاخضر راح نسوي منه ساندويتش على ما هذا يستوي انا طبعا عندنا جاهز في تكنيك معين الحين احنا لما نحطها على وجهها نعطيها تقريبا دقيقتين تكون لازم شوي على نار هاديه حلو اسمع لك عمر ما تتغطى ما تغطي ايه ما أوكي. تتغطى لما تين تقلبينها راح تشوفين ان هني خلاص صارت مسطحه أيوة. من تحت زين شلون اعرف ان استوت لازم تشيكي عليها كل شوي هي طبعا راح تاخذ منك دورين تقلبها كذي بس كبدايه ان لما تحطها على النار راح تاخذ انه شكل مسطح بعدها تقلبها وراح اشوفها شوي شلون تحمشت راح الصوب الثاني نفس الشيء ياخذ شكل مسطح يعني دقيقتين دقيقتين كببة اذا كذي مكببه على قولتك اذا غطيتيها راح تحصلين من تحت مسطحه تحسينها صمونه عادي ومن فوق راح تصير فانت تبينها مشطوفه اي عرفتي هي هذه الانجليش مافن هي كذي شكلها لذيذه وناطعه واعتقد سهله ايضا في ما تنطرين الفرن ولويه الفرن والحراره وغيرها نجهز ساندويتش والاحلى انها بجبنه الموزاريلا جاسم الاجبان الخفيفه جدا طبعا صح. احنا راح نحشيها هي طبعا راح تطلع بهذا الشكل شوفيها شلون سوفت مو بس كذي ترى تقدرين تستعملينها اي شيء ها اي شيء انا اول ما سويتها مربى ويا جيمر تحط اجبان تقدر تستخدمها حق الاج بنديكت شلون تطلع هي من داخلها كذي الاج بنديكت يستخدمونها تحت البيز مالها و ممكن احط عليها نوتيلا بعد وهالسوالف اللي تبين كيفك بالضبط طبعا راح نحشيها هني عندي انا اسبوع اللي فات جهزنا البستو صلصة الريحان حلو انا خلطتها راح تكون البيز على الساندويتش خلطتها مع تقريبا قفشتين من صلصة الريحان اللي سويناها مع قفشة من سور كريم هي راح تعطيها يعني شوفي القوام شلون شوية مالها حموضة وحموضة وطعم حلو حلو هذا راح يكون الصلصة مالت الساندويتش حلو الساندويتش راح تكون عبارة عن صلصة الريحان ومع السور كريم هذه الصلصة اللي احنا سويناها وراح نستخدم عندنا الجرجير او اذا حبيتي الريحان انا كل واحد يسوي له صمونته ان شاء الله حاضر الواحد جهزوا صمونته ويروح وتوكل الحين راح نشوف شلون يعني حتى شكلها حلو وراح نحط الريحه بعد راح نحط السايد مثل البيستو حلوه البيستو انا من الصبح راح نحط جرجير او تقدرون تستخدمون راح نحط كميه عشان تبين معنا الالوان مثلاً. الريحان الجرجير هو افضل نوعين احنا نقدر نستخدمهم حق الساندويتش حلو زي ما دام جبتوا طاري الايطالي والهذا من غادة اول شيء شنو المطبخ اللي انت يعجبك الاكلات تسويني انا الامريكي اكثر شيء لان احب البرجر وايد صراحه انا احب الباستا الايطالي والفرنسي احب المخبوزات انا قاعده اكتشف فرنسي كرواسون انا الكرواسون والسوالف شيء عجيب صح راح نحط بهالطريقه
وعموما وانت جاسم كلها صح؟ لا انا بس كلها حلو. لازم العاقل عشان يعني يتحبه الكويتي ها؟ اي عجبني والله الكويتي. الاكل كله حلو لا والله صراحه لا لا بس اي والله اكل الكويتي خنين وناطع بس انا اتكلم عن لازم نومة الظهر اوه رسمي اقبل غدا بس لا يعني المطابخ كل واحد يتفنن بشيء الهندي لا طعم خاص شيء صح كلام الياباني غير يعني الواحد بس هو اللي اكثر شيء محبوب انا اتوقع ان الايطالي ايطالي جدا بيتزا وباستا البيتزا الباستا اللي فيه معجنات اكثر شيء بس تفاخ يعني وايد تتمتن انه كلها عجاين بس حلو هما حتى حلو. الايس كريم الايس كريم يحلى مع الكرواسون في ايطاليا تخيل شنو يعني لما تروح ميلان في عندهم كرواسون بالايس كريم احنا صارت عندنا البقلاوه بالايس كريم هم عندهم ليش مبلا حتى في مره مرينا في سنغافوره واحده تبيع برا قاعده بسطه توست وبرد يتفننون والله ما ياكلون البرد مع بسكوت بسكوت والله فهم هم يتميزون من كثر ما يحبون العجائب ان شاء الله تفنن عايشة ان شاء الله الحين تخلوني افكر يلا فكري يا اخوي راحت المهم سويتي لنا الصمونه هذا الساندويتش شلون طلعت ويانا عجيبه الوان ايطاليا بس يبي لها شويه زياده خضر شويه خضار هذا اللي بياكل هاي حركتك هذا راح تطلع ويانا السيجنتشر مع العايشه دبس الرمان وبلسمك مع بعض يعني شيء صراحه تبينها فنانه في الطهي وسبها الاختيارات الصعبه اللي تضيفها على طبخاتها الله يسلمك هذه خالصين ان شاء الله خنقصها يلا ايش رايك عشان نقصها ونذوق بعد اي خلي يذوق جاسم ويعطينا رايه في الساندويتش اي عشان لا تخترب اي بعد عندك الباجي وعندنا اي ان شاء الله انزين هذا 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 شيف عايشة خلاص ولا هذه بعدها الحين راح اقلبها تمام هذه بس تقعدين شي وجابلينها شوفي لان شوي الحراره واطيه هي حاره بعد شيء اي شوفي تاخذ وقت عندك الموضوع مع المؤشر هني ومري انا بكمل هني ومري هني ومري هني وعافيه ان شاء الله طبعا شوفوا شلون صارت عجيبه بعد ما تشوحت شوفيها من داخل راح تطبخ اوريدي يعني تطبخ إيه؟ الحين احنا عطيناها درب يعني دورين إيه؟ انها تنقلب إيه؟ هني تحمشت باقي تحت صح راح نغطيها نخليها إيه؟ على راحتها لازم تكون النار هاديه عليها شوي تاخذ وقت اذا حسيتي انها صارت اطرافها شوفي إيه؟ شلون تقدرين شوي تضغطينها حبيت اي وايد حلوة عجيبة. صراحة اي وايد حلوة وانا من امس كذي كل ما سويتها بيدي اجيس عشان اعرف عشان تعرفين اذا صارت ولا لا اي اعرف يعني اليوم احنا مع المافن ساندويتش المافن هذا الجميل الايطالي و جاسم هني وعافية انا والله صراحة جاسم هني ابي لك شاي خذ راحتك ما راح نزعل ما راح نقلق وقتك وانت لا لا خلوني بس اتريق اي هني بعدين عشان عندنا فقرات وايد اي لازم تاخذ طاقه شوي صح؟ خاصه الشيخ عائشه اسم الله متواصيه فينا يوميا فتسوي لنا كل يوم ترويقه حلوه كذي تعطينا طاقه جميله وتطوقنا كل اصناف المطابخ العربيه والعالميه والمحليه الله يقبلك يعطيك العافيه بس نطالبك بشيء عادي جديد ها؟ يعني مثل شيء غريب مثل اي لا لا مو تكلمنا عن الايس كريم وكذي اعطوني وقت هنا بشيء حاضر شيء عكس الشيء يعني ايوه حاضر ان شاء الله باذن الله رائد يسعد صباحك صباح النور رائد حياكم الله صباح الخير عائشه صباح الخير جاسم حياكم الله ويا اهلا مرحبا فيكم يا هلا ما يصير انت لا تريق لا ما ادري لا تريق انت قبلتي بعد شوي ان شاء الله بعد شوي اكيد اكيد واحد حياك بعد ان شاء الله المؤشر ونتائج خلينا نقول المؤشر وخلينا نقول الخضر والحمر صاعد نازل هذا كله ان شاء الله راح يكون مع رائد المطيري بعد الفاصل